اسمي لانا محمد مراشدي، درست بكالوريوس هندسة كيميائية في الجامعة الأردنية، وبعدين كملت لدراسة الماجستير في الهندسة الكيميائية من الجامعة الأردنية، تخرجت بتقدير امتياز. نشأت في أسرة بتقدر العلم والتعلم، والدي ووالدتي كانوا دائما من الداعمين إلي ولإخواني في الحصول على أعلى درجات التعلم والوصول إلى طموحنا. أنا حاليا مدير وحدة الاعتماد في نظام الاعتماد والتقييس الأردني، ومتزوجة وعندي 3 أطفال. كنت دائما أسعى إلى زيادة العلم والمعرفة وتطوير مهاراتي، وبالفعل أنا أول مقيم دولي من الأردن. قمت بتقييم عدة هيئات اعتماد في عدة دول، ومؤخرا تم ترقيتي إلى قائد فريق تقييم، ما يعرف بتيم ليدر. طبعا كأي امرأة عاملة إلها عدة أدوار، دورها في الأسرة، دورها في المجتمع، ودورها في الوظيفة نفسها. فأنا التحديات اوريدي موجودة في طريق المرأة، خاصة في القطاع العام، وتعدد الأدوار بيزيد الموضوع صعوبة. فبالنسبة إلي، لولا دعم زوجي وتفهمه وإيمانه بقدراتي، كان ما وصلت أنا للي وصلت له. المرأة زيادة على ذلك، هي المرأة بطبيعة الحال عندها تحديات. مؤخرا صار في إجراءات جدية بوصول المرأة إلى مناصب قيادية، مشكورين عليها، وهاي المرأة المفروض يعني تحملها مسؤولية إنها تثبت وجودها، حتى تثبت للناس جميعهم بأنها لا تقل شيء عن الذكر. مثلت الأردن في كثير من المؤتمرات والاجتماعات والإقليمية والدولية وحتى المحلية، كان هذا الشيء يعطيني إحساس بالمسؤولية. الأردنيين معروفين بكفاءتهم، وعندنا طاقة بشرية هائلة، فكأردني معروف أوريدي سمعتك بأنه أنت قادر على تحمل المسؤولية. كمان كنت أحس بالفخر الشديد بعد ما أشوف ردود الأفعال والثناء من قبل المشاركين، من قبل الخبراء الدوليين، بأنه الأردن فيها خبراء، فيها ناس قادرين، وإن شاء الله للأحسن. مهما تكافئ الإنسان برا بلده، لكن مكافأته داخل بلده أكيد إلها نكهة أخرى. الرسالة اللي حابة أحكيها بأنه التميز أو النجاح مش حدث، هو مش إيفنت، مش مربوط بمكان أو زمان محدد، هو مسيرة متكاملة، هو منهج حياة بتخلله كثير من الصعوبات والتحديات.